السلام عليكم شباب قناة كيف ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو لليوم تسريبات السيزون 13. اليوم بالتسريبات جايب لكم سكنات والشخصيه الجديده، واذا حابين اعمل لكم شرح مفصل عن الشخصيه راح تنزل جديد اكتبوا لي بالتعليقات وعملوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه. خليكم مع المقطع. واول اشي يا شباب راح استعرض معاكم صور وتصاميم للرويال باس 13. زي ما انتم شايفين هاي اول صورة وهاي ثاني صورة، هاي راح تكون رسمي من ببجي موبايل، وهاي الثالث صورة وعندنا هاي الميدالية ما بعرف راح تكون من جوائز الار بي، راح تكون يعني على الشنطة تتعلق ولا ايش. وهاي كمان الصورة وهذا الاطار راح يكون بالار بي الفري يعني بدون ما تشحن راح تحصله. وعندنا كمان هذا الاطار لازم تشحن عشان تحصله. وعندنا هاي اللبسة لسه مش مبين معنا راح تكون بجواز الار بي او راح تكون بشي ثاني. وعندنا هاي اللبسة اتوقع انها راح تكون بدولاب حظ. وعندنا هاي اللبسة اتوقع انها راح تكون بجواز التقييم الموسم 13. وهاي اللبسة برضه مش مبين معنا راح تكون بجوائز الار بي او راح تكون بشي ثاني. هون يا شباب صورة ثانية لللبسة. وهاي لبسة الار بي 100 راح تكون تختارها هي او اللبسة اللي راح نشوفها الحين. هاي اللبسة وهاي فيكتور. فيكتور راح يكون الحين بجيب لكم صورة اوضح. هون صور ثلاث بدلات. وهنا كمان غلاف ثلاث بدلات اتوقع. وهنا سكن الاي جي وسكن الخوذة مع الغلاف بس ما بعرف راح ينزل بالار بي. وهنا عندنا دراجة سكن دراجة ما بعرف وين راح يكون جواز ار بي ولا شي ثاني. هنا عندنا سكن المسدس راح يكون جواز الار بي لازم تشحن عشان تحصله. وعندنا هون سكن الفيكتور لازم تشحن عشان تحصله. وعندنا هاي الصورة للسكن شفناه من شوي مع الغلاف تاعها. وعندنا هاي صورة الار بي 100 مع غلاف السكن شفناه من شوي. وهاي يا شباب الشخصية راح تنزل جديد اندي. اذا حابين اعمل لكم شرح مفصل زي ما حكيت لكم اكتبوا لي بالتعليقات واعملوا لايك واشتركوا القناة وفعلوا الجرس. هاي الصورة الثانية للشخصية الجديدة. وهاي الصورة الاربع شخصيات مع بعض. وهاي الصورة للسكن. وهاي الصورتين راح يكونن الار بي 100. وهاي الصورة لعبة ببجي موبايل جمعيتها الأربع سكنات زي ما انتم شايفين. هاي الصورة أكيد 100% هيك راح يكون الجوائز زي ما انتم شايفين هون. بس هاي العملة مش راح تكون موجودة لأن زي ما احنا عارفين هاي العملة بتكون موجودة بالصينية. وهاي الصورة راح تحصلها بجائزة ار بي 100 يا اما تختار اللبسة الحمراء او اللبسة الزرقاء. وهي يا شباب سعر فتح الرويال باس العادي 600 شدة. راح اورجيكم صورة ثانية كمان صورة شدة تتوقع هاي تاعت 1800 شدة. وبتمنى تكونوا استفدتوا من المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس ومع السلامة.